هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح نسكه ودخوله في هذا النسك بهذه التلبية التي فيها إعلان بالتوحيد، إعلان بالتوحيد لله سبحانه وتعالى، والحمد والاعتراف بالنعمة والملك له سبحانه وتعالى لا شريك له. وفي هذا مخالفة لما كان عليه المشركون في تلبيتهم من الشرك. كان المشركون يلبون فيقولون لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، فينقضون أول التلبية بآخرها. وهذا من التناقض، كيف يقولون لبيك لا شريك لك ثم يقولون إلا شريكا هو لك، وكيف يقولون إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك؟ إذا كان هذا مملوك لله فكيف يكون شريكا لله؟ كيف يكون شريكا لله من لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، من هو مملوك لله؟ وهذا من التناقض وفساد الرأي وفساد القول والعمل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قالوا لبيك لا شريك لك يقول قد يعني 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 يكفي هذا، أو اسكتوا لا تكملوا، لأن تكملة تلبيتهم نقض لأولها الذي فيه نفي الشريك عن الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعلن بالتوحيد ومناقضة دين المشركين وتثبيت وإعلان التوحيد لله وحده لا شريك له، فلا يدعى إلا الله ولا يستغاث إلا بالله ولا يتوكل إلا على الله، فيخلص العبادة لله حبا وخوفا ورجاء وتوكلا وخضوعا وخشية ورغبة ورهبة وصلاة وحجا وصوما وجميع أعمال يكون لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فهذا من أعظم المقاصد التي في الحج ومن شعائر الحج، وهي تحقيق العبودية ونفي ما ينافي التوحيد من أنواع الشرك في الأقوال والأعمال والاعتقادات.